المحلي سيجري استعداداته في جدة بواقع حصتين في اليوم ليدخل في المنافسة بملاقاة منتخب البحرين السبت 23 من الشهر الجاري، ثم الليبي في 26 وأخيرا اليمني في 29 لحساب المجموعة الثانية. إريك جيرتس استدعى 23 لاعبا لحمل القميص الوطني، منهم 6 لاعبين من فريق المغرب التطواني، 4 من المغرب الفاسي، و3 من الفتح الرباطي. جديد اللائحة هو استدعاء حارس مرمى الرجاء خالد العسكري. أثار نتائج الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل ستنعكس على المشاركة المحلية في البطولة العربية، وخاصة إريك جيرتس الباحث عن قشة تقيه لهيب الانتقادات.